الحمد لله رب العالمين. يا رب، أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا المبتلى الذي عافيته فلك الحمد، وأنا المظلوم الذي نصرته فلك الحمد، وأنا المحروم الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا العاصي الذي سترته فلك الحمد، وأنا الضال الذي هديته فلك الحمد، وأنا الخائف الذي أمنته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد، وأنا الأيم الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. لك الحمد قبل الحمد، ولك الحمد حين الحمد، ولك الحمد بعد الحمد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم يا سيدي يا رسول الله، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه في الخمس، إذ يقول المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برضوانك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وبعد، عباد الله، جماعة المسلمين، فحي الله هذه الوجوه الناضرة، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بالملبين لقول ربهم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أحبتي في الله، أتحدث إلى حضراتكم بمشيئة الله تعالى حول الصبر، وفيه العناصر الآتية: أولا، حقيقة الصبر ومراتبه، ثانيا، منزلة الصبر في القرآن والسنة، ثالثا، في بستان الصابرين، ورابعا وأخيرا، كيف نحقق الصبر. أولا، حقيقة الصبر ومراتبه. الصبر في اللغة هو الحبس وهو المنع. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، فهو حبس اللسان عن الشكوى، ومنع النفس من الجزع، وحبس الجوارح عن المعصية. وينقسم عباد الله الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وعن المحظور، وعلى المقدور. صبر على المأمور هو الصبر على أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر على الطاعات والعبادات وفعل الخيرات،
إسباطا لقول الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا هو الصبر على أوامر الله، وهو صبر المحبين لرب العالمين، يحبون الله فيصبرون على طاعته ويداومون على عبادته، فيحبهم الله جل في علاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة جل وعلا كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهو قد أدى الطاعات وأدى الواجبات، ورغم ذلك يكثر من النوافل والسنن حتى يصل إلى مرتبة حب الله سبحانه وتعالى له: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أما الصبر عن المحظور فهو الصبر عما حذرنا منه الله وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر عن المعاصي والآثام والذلات والشهوات وفعل المنكرات، صبر عما حرم رب الأرض والسماوات، صبر عما يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المعصية عبد الله هي الشؤم في الدنيا وهي الهلاك في الآخرة. اسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من خطورة الفاحشة ومن ظهور المعصية ومن انتشار الآثام ومن تفشي المنكرات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه وابن ماجة في سننه بسند صحيح على شرط الشيخين، وحسن الحديث الألباني وأقره الحاكم والذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يقطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالمعصية عباد الله هي الشؤم في الدنيا وكذلك هي الهلاك في الآخرة. اسمع لقول الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك عباد الله الصبر على المقدور هو الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، والصبر على المصائب والمحن والابتلاءات.
فهي ركن من أركان الإيمان، لا يكتمل إيمان عبد إلا به، كما في الحديث المطول وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقضاء والقدر والصبر على المصائب والمحن والابتلاءات هو واحد من أركان الإيمان، فلا يكتمل إيمان عبد إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. والصبر عباد الله على ثلاث مراتب: صبر لله، وصبر مع الله، وصبر بالله. صبر لله يعني أن تصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى قضائه وقدره لله سبحانه وتعالى، لا أن تصبر على الطاعات من أجل أن يقول الناس بأن فلان عابد، أو بأن فلان يتردد على المساجد، أو أن فلان يكثر من الفرائض والنوافل، وإنما تصبر على طاعة الله ابتغاء مرضاة الله. وكذلك تصبر عن معصية الله لا من أجل أن يقول الناس بأن فلان زاهد وفلان تقي ورع، أو مخافة أن يقول الناس بأن فلان شقي فاجر، وإنما تكون صابرا عن معصية الله ابتغاء مرضاة الله. وكذلك تصبر على قضائه وقدره ابتغاء رضوانه، لا من أجل أن يقول الناس بأن فلان كالجبل يتحمل المصائب والشدائد، أو مخافة أن يقول الناس بأن فلان جزع ولم يتحمل المتاعب، وإنما يكون صبرك على قضاء الله ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الصبر لله. أما الصبر مع الله فهو أن تدور مع أحكام الله كلها، تدور مع أوامره فتتبعها، وتعرف نواهيه فتجتنبها، تتبع وتفعل ما أمر الله به، وتنتهي عما نهى عنه الله وعما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصبر مع الله. أما الصبر بالله فإنك يا عبد الله لن تستطيع أن تحقق الصبر على طاعته ولا عن معصيته ولا على قضائه وقدره إلا إن استعنت به جل في علاه، فهو القائل في كتابه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وننتقل إلى العنصر الثاني، وهو منزلة الصبر في القرآن والسنة. ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن الله تعالى ذكر الصبر والصابرين في القرآن الكريم أكثر من 90 مرة. كلمة الصبر بمشتقاتها: اصبر صابرا، الصابرين، اصبروا، الكلمة بمشتقاتها وردت في كتاب ربنا أكثر من 90 مرة، مما يبين منزلة هذا الخلق الكريم وفضل هذا الخلق العظيم في كتاب رب العالمين. فقد قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من الله ورحمة من الله وهداية من الله عليك أنت ولك أنت يا من صبرت على قضاء الله جل في علاه. ويقول سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: والله يحب الصابرين. فيا عبد الله
أتأملت هاتين الآيتين أن الله مع الصابرين وأن الله سبحانه يحب الصابرين. الله معك أنت، الله يحبك أنت، معك أنت يا من صبرت على طاعته، يحبك أنت يا من صبرت على معصيته، معك ويحبك يا من صبرت على قضائه وقدره. فإذا كان الله معك فمن أي شيء تخاف؟ وإذا كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد قال سبحانه والله يحب الصابرين، ويقول سبحانه مبينا حال الناس أنهم في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويبين لنا سبحانه أن طريق الفلاح في الصبر والمصابرة، فقد وصى عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وزكى ربنا سبحانه وتعالى عبده أيوب بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد وصى لقمان الحكيم ابنه بقوله كما حكى لنا القرآن الكريم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. في الجنة الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل أبوابها سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وغيرها من الآيات الكثير والكثير التي تبين لنا منزلة هذا الخلق الكريم في كتاب رب العالمين. ولكن ننتقل إلى منزلة الصبر في سنة خاتم النبيين، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة هذا الخلق الكريم وأنه خيرا دائما للمؤمن وأنه نعم ما يسعى إليه المؤمن وهو الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة واحدة. وغيرها من الآيات والأحاديث الكثير. وقد قال الإمام ابن القيم إن الله تعالى جعل الصبر جوادا لا يكبو وحصنا لا يهدم وجندا لا يهزم. وننتقل ونطوف في بستان الصابرين نتعلم ونتأسى ونقتدي ونتعرف كيف كان صبرهم على طاعة رب العالمين، وكيف كان صبرهم عن معصية رب العالمين، وكيف كان صبرهم على قضاء الله وقدره سبحانه جل في علاه. فهذا نبي الله نوح يضرب لنا مثلا من أروع الأمثلة في الصبر على طاعة الله وتنفيذ أوامره، وهو الذي دعا إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما كل وما مل وما أيس، وإنما دعا ربه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فهل كل هل مل هل أيس هل يأس؟ كلا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وظل هكذا 1000 سنة وهو صابرا على الدعوة إلى الله وصابرا على إيذاء قومه له. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه حتى أيس منه قومه، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا نبي الله يوسف
يضرب لنا مثلا في الصبر عن معصية الله، وهو التي راودته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تخيل أن شابا فتيا تراوده امرأة ذات منصب وذات مال وذات جمال وذات حسب وذات نسب وذات سلطان، وتهيئ له الأسباب وتغلق عليه الأبواب، وهو في أشد أيام عمره شهوة، وهو في أيام شبابه، إلا أنه امتنع أن يعصي الله سبحانه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ولم يضعف أمام كل هذه المميزات وكل هذه الإغراءات وكل هذه العروض من مال ومن سلطان ومن جمال ومن حسب ومن نسب، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ورغم ذلك هددت وقالت امرأة العزيز، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجننه وليكون من الصاغرين. فبعد كل هذه المميزات لم يضعف، وكذلك بعد كل هذه التهديدات اختار أن يسجن على أن يغضب، أن يغضب الله سبحانه وتعالى. اختار أن يسجن على أن يرتكب فاحشة وأن يغضب ربه سبحانه وتعالى، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي، السجن أحب إلي من أن أغضب الله، السجن أحب إلي من أن أرتكب محرما أو أن أرتكب فاحشة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الخاسرين. وهذا نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا السلام، وهو الذي يضرب لنا مثلا في الصبر على قضاء الله، وهو الذي يضرب به المثل في لغتنا الدارجة فيقال يا صبر أيوب. لما نبي الله أيوب؟ نبي الله أيوب ابتلي بكل البلاءات، ابتلي بجل الابتلاءات، ابتلي بالمرض وبالفقر وبالوحدة. بالمرض أصبح طريح الفراش، وبالوحدة فقد أهله كلهم، وبالفقر فقد ماله كله، فلم يبقى إلا هو وزوجته ورجلان من خاصة رجاله كانا يغدوان عليه ويروحان، كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما للآخر، أحد هذين الرجلين وهم من خاصة رجال نبي الله أيوب، قال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنب لم يذنبه أحدا من العالمين، انظر منذ كذا وكذا من السنين وفيه ما فيه، يعني فيه من البلاء ما فيه من مرض ومن فقر ومن وحدة، سنوات طويلة ولم يكشف الله عنه. فهذا بسبب ذنب أو بسبب إثم أو بسبب جرم ارتكبه أيوب عليه السلام. فسمع نبي الله أيوب حوار هذين الرجلين فخاف على قومه أن يفتنوا فيه، وهو الذي صبر سنوات طوال، ولكن لما تعلق الأمر بفتنة قومه تضرع إلى ربه بدعاء طيب رقراق مؤدب، كما حكى لنا القرآن الكريم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، والتائب من الذنب حبيب الرحمن. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه صحابية من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك.
فقالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف فادع الله لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله لها فكانت لا تنكشف بعدها أبدا. هذه الصحابية بشرت بالجنة وهي تمشي بين الناس، بشرت بالجنة وهي تسعى بين الخلائق بأنها صبرت على قضاء الله سبحانه وتعالى، صبرت على شدة هذا البلاء مرض الصرع، أعاذني الله وإياكم من شر الأمراض والوباءات، صبرت على هذا البلاء إنها الجنة. أصبر يا رسول الله، ثم انظر إلى طهارتها وإلى عفتها، تصبر على الصرع ولا تصبر على أن تنكشف سوءتها أو تظهر عورتها، فأنه إن أتتها هذه النوبة نوبة الصرع فلا تدري بنفسها، وربما تظهر منها أو من عورتها شيئا. فقالت يا رسول الله ولكني أتكشف، انظر إلى طهارتها وإلى عفتها، ولكني أتكشف فادعوا الله لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لا تنكشف بعدها أبدا. وغيرها من النماذج الكثير والكثير في حياة المحبين لرب العالمين، ولكن كي لا أطيل أختم بالعنصر الأخير، وهو كيف نحقق الصبر. لكي نحقق الصبر على طاعة الله، لكي نحقق الصبر على أوامر الله، فلا بد من تأمل عظيم نعم الله تعالى علينا. فالله سبحانه وتعالى نعمه علينا عظيمة وآلاؤه جثيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مثلا لو أن إنسانا أعطاك عطية أو أهداك هدية أو قضى لك مصلحة دنيوية، وبعد ذلك أمرك بأمر، أتتأخر عن تنفيذ أمره؟ أتتباطأ في تنفيذ أمره؟ أتتكاسل عن تلبية طلبه؟ كلا، بإنك تستشعر الهدية التي أعطاها لك، تستشعر المعروف الذي صنعه لك، فيحركك نحو خدمته ونحو تنفيذ أوامر هذا الآدمي. ولله المثل الأعلى، فهو الذي أعطانا كل شيء، أعطانا كل شيء، نعمه علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولكي نحقق الصبر عن معصية الله فلا بد من مراقبة لله سبحانه وتعالى. فإنك لو في مكان في عملك وفي مكانك مراقب بالكاميرات، أن تستطيع أو تجرؤ أن ترتكب مخالفة في عملك تخاف، لأنك مراقب بالكاميرات. أنك مثلا في طريقك وهناك لا ضرر وهناك كاميرات مرورية على الطريق، تستطيع أو تتجرأ أن تتعدى السرعة المحددة وأن ترتكب مخالفة؟ فإنك تخاف، لأنه هناك من يراك، لأنك مراقب بالكاميرات. فكذلك اجعل الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراك في كل مكان. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فلا تجعل الله سبحانه أهون الناظرين إليك، بل اجعله يراك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. ولكي نحقق الصبر على قضاء الله وقدره، فلا بد من التأمل في عظيم الثواب الذي أعده الله للصابرين. فهذا أحد الصالحين قطع ذراعه فابتسم وابتهج وفرح، فرآه الناس وعوها على هذا الحال، ذراعه قد قطع والدم ينزف من ذراعه، فرأوا في وجهه فرحة ونضرة، فقالوا له يا رجل أتبتسم وتفرح وقد قطع ذراعك؟ فقال هذا المبتلى أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي، فإن أجسامنا على النار لا تقوى. واعلموا أننا غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى تفريطنا نادمون، وبأعمالنا مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.